كل مشاهدينا ومشاهدين مصر اليوم بنرحب بيكم في لايف جديد من مدينة طنطا بمحافظة الغربية. أب يحتفل بعيد ميلاد ابنته رغم من عدم تواجدها، إلا أنه قرر يحتفل بيها في شوارع طنطا، ويمكن دي حالة نادرة وهو بيحتفل بيها. نعرف أكتر التفاصيل منه خلال موقع تلفزيون مصر اليوم. يعني زي ما احنا شفنا جايب تورته او رسم حط عليها صورته وصورتها، وكمان بدا اللي هو يحتفل بيها في شوارع مدينه طنطا، ورغم منع طريقته من رؤيته للبنت والاحتفال بعيد ميلادها، الا ان احنا نعرف التفاصيل دلوقتي منها. ماشي، هنعرف اكثر التفاصيل منه. يعني زي ما احنا شايفين مشاهدينا ومشاهدينا مصر اليوم، ادي التورته اهيت وكاتب عليها كبرت سنه وحلمت انا، وحاطط عليها صورته وصوره ابنته، وهنعرف التفاصيل اكثر من عبد الرحمن. يعني جاب السنه الخامسه ليها. عبد الرحمن انا برحب بيك على مصر اليوم. عرفنا بنفسك الاول. انا عبد الرحمن حلمي من طنطا، جيت النهارده بحتفل بعيد ميلاد بنتي. دي السنه كام بقى؟ دي السنه هي عندها 5 سنين، دي السنه الثانيه ان انا ما شفتهاش فيها. طيب دلوقتي بقى قول لي بقى كده، اني بقالك قد ايه ما شفتش فيها بنتي؟ سنتين بالظبط. سنتين؟ طب ده الاحتفال الاول ولا الثاني ليها؟ هو كان في احتفال وهي مش موجوده معايا فيه، بس كان نظرا لظروف خارج عن ارادتي ما كنتش عارف اعمل لها حاجه. دلوقتي انا شفتك كده جبت تورته وحطيت عليها صورتك وصورتها زي ما احنا شايفين، وجبت بالونه مكتوب عليها رقم 5، وبدات ان انت تحتفل بيها في شوارع طنطا. كلمني بقى عن شعورك دلوقتي ما بين الفرحه الممزوجه بالالم، فرحه اللي هي كبرت وبقى عندها 5 سنين، والفرحه الثانيه اللي هي ممزوجه بالالم اللي هي بقى لك سنتين ما شفتش بنتك. هي الفرحه هنا طبعا يعني زي اي حد ممكن يكون موقف شبهي مثلا، هي فرحه مكسوره. يعني هي الاول في الاول والاخر هي فرحة مكسورة، لأن الواحد ما هوش يعني يكون إن هو بيعمل عيد ميلاد لحد يعني حتى موجود ومش موجود. فهي طبعًا هي زي ما أنت ما قلت، هو مزيج من الفرحة والألم مع بعض. فدي كانت حاجة أو رسالة مني إن أنا عايز أقول لها إن أنا بحبك، وإن شاء الله عن قريب هتبقى معايا بإذن الله بإذن الله بإذن الله. وكل سنة وهي طيبة، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يجمعنا بيها على خير يعني. طيب يعني هي أكيد شايفاك النهاردة، عايزك توجه لها بقى رسالة من خلال مصر اليوم تقول لها إيه؟ الرسالة أنا بوجه لها بقول لها كل سنة وأنت طيبة. وحشتيني جدا. وبس مش عارفين اعذرني ما مش عارف اقول حاجه، مش عارف استحضر كلام، بس يعني زي ما احنا قلنا طبعا يعني هي فرحه ممزوجه بالالم زي ما احنا شايفين. طب يعني انت في العادي بقى يعني عايزك برضو كده تولع الشمعه بقى وتحتفل زي ما كنت بتحتفل بيها في البيت، وتغني وتقول كل سنه وهي طيبه. ايوه طبعا الدنيا ضلمه يعني زي ما احنا الدنيا هوا، وعشان كده هيولع الشمعة ونغني لها كلنا بقى. نغني الكارما ونقول لها كل سنة. بص احنا نعتبرها ولعت بقى، لان الهوا جامد هنا. الهوا جامد جدا. الهوا جامد جدا، انت ما تنفعش كويس، بقى لنا 3 ايام ما فيش هوا يا استاذ عبد الرحمن. وش كارما حلو علينا. يلا بسرعه انا وانا مولع اهو. يلا يلا عايزك تغني لها بقى. هنغني لها بقى مع بعض بقى. هابي بيرث داي. يلا يلا يا جماعه، وعايز الناس اللي معايا كمان تجنن لها. عايزين طنطا يلا كله كله كلها تتفاعل معانا. ميمي كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليكي، وان شاء الله كده السنه الجايه عايزك تغني لها بقى هابي بيرث داي. معلش واحده صغيره كده. طب ابعت لنا رساله دلوقتي وقول لها كل سنه وانت طيبه يا كارما. ابسط حاجه بص لنا كده بقى وابعت لها رساله. بقول لها كل سنه وانت طيبه يا كارما. اسمها كارمن على فكره. كارمن معلش اسمها كارمن على بنتك. هو سنتين كل سنه وانت طيبه يا كارمن، قبل مليون سنه يا رب بصحه وسعاده ودايما بخير كده ومبسوطه.
وان شاء الله السنه الجايه نكون مع بعض وتحتفل معانا ان شاء الله. تشوفها على خير قريب ونعمل احتفال برضه كده، بس هي ان شاء الله تكون موجوده في الجامعه. طب قول لي بقى يعني السبب دلوقتي اللي هي مش معاك ايه؟ هو احنا حصل انفصال. تمام. و يعني الحضانه مع يعني الحضانه، وحصل ظروف يعني انفصال من قد ايه تقريبا؟ انفصال من من حوالي سنتين. من سنتين؟ من وقتها ما شفتهاش؟ لا ولا مره. قاعده مع مامتها. حاولت ان انت حاولت ان انت تتواصل ان انت تقرب لها ان انت تشوفها؟ بصراحه هو كان الامر مع والدي ووالدتي وكده، لكن هم اختاروا من القضاء. اشمعنى اخترت النهارده كورنيش نيل طنطا ان انت تحتفل بيه بعيد ميلاد قرن؟ لا انا مش عارف انا مكان. انت بقالك خمس سنين محروم منه. سنتين. خمس سنين ولا كام سنه؟ سنتين. لا هي عندها خمس سنين. هي عندها خمس سنين. هي اللي عندها خمس سنين، انا بقالي سنتين. حاولت ان انت توصل لها مش عارف. الاهل حاولوا طبعا يتكلموا في الموضوع دوت، لكن هم اختاروا ان الموضوع يكون ماشي في دي احدث صوره لكارمن؟ دي اخر صوره من حصلت صورة. عليها ازاي؟ ديت كان عيد ميلادها برضه. من سنتين. يعني دي كان عيد ميلادها، لو تلاحظ ده رقم ثلاثه، بس هي عشان ساحب ده كان في رقم ثلاثه. اخر مره احتفلت بعيد ميلادها كان ايه؟ هو هي الصوره دي. الصوره دي؟ انا لقيت ان دي انسب صوره ان هي تكون موجوده، يعني حتى هنا رقم ثلاثه هو، بس طبعا عشان جات لك الفكره ان انت تعمل عيد الميلاد على كورنيش زبور السوشيال ميديا. هو انا عايز دلوقتي اوصل لها رساله اللي هي الرساله ان انا اقول لها كل سنه وانت طيبه، وان انا فاكرك، ان انا مش ناسيكي، ان انا مش وحش بابا، مش وحش بابا، لو مش وحش مش هيطلع. كلمها كده وهي يعني هي سامعاك دلوقتي وحدها. بابا لو وحش مش هيعمل حاجه شبه ديت، ينزل في الشارع، ممكن حد يقول عليا ان انا مثلا غير متزن نفسيا او غيره، لكن يعني انا بوجه، انا طلعت كده واخترت ان انا اجيب تورته وانزل الشارع، بحيث ان انا اوصل لها رساله اقول لها كل سنه طيبه. يعني الموضوع ده تعبيرا عن مدى حبك لك. طبعا الاب. طبعا يعني قلب الاب فوق اي حاجه. يمكن اللي يعرفني عارف ان الموضوع ان انا انزل اعمل حاجه دي كبيره قوي، ان انا يعني بس عبد الرحمن انا شايفاك دلوقتي وانت معاك وعايزها تسمعك وتقول لك كل سنه وانت طيبه. فعلا على فكره مش كلام، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا كارمن، وقبل مليون سنه يا رب، وانت في صحه وسعاده، وحشتيني، وان شاء الله نشوفك عن قريب باذن الله. يعني ده وعد منك ان انت هتشوفها قريب. ان شاء الله وهنكون معاك. والدتها ما حاولتش ان هي توريها لك؟ ما مش حابب يعني نتطرق للقصص دي، بس هي في البدايه كان الاهل، لكن هم اختاروا ان هم يتجهوا للقضاء، واحنا كلنا ثقه في القضاء المصري واحنا عارفين. يعني مالكش يوم حتى رؤيه من خلال السنتين دول ولا مره واحده في المحاكم بقى؟ ان شاء الله يعني لسه احنا لسه الموضوع داير في المحكمه، فما نقدرش نقول بقى اي حاجه لحد ما ربنا يكمل. مفيش اي مكالمات هاتفيه ما بينكم؟ لا نهائي. او ان انت تحاول تروح تشوفها في المدرسه بسهوله كده؟ نهائي. هي كانت موجوده في هي لسه طبعا ما دخلتش مدرسه، كانت موجوده في حضانه، فطبعا بعد الانفصال خرجت من الحضانه ديت، فمفيش مش عارف اي عنوان ليها. انت مش عارف عنوانها ولا اي حاجه؟ نهائي. تعرفش مكانها يعني؟ لا نهائي. لو عارف مكانها النهارده كنت هتعمل ايه؟ لا كنت رحت عندها. رحت عند البيت عندها تحت البيت واحتفلت عشان توفيك رسالتك. المفروض ان هو كان هيعمل النهارده، انت كنت المفروض انها تعمل النهارده تحت البيت عندها تحت. لو وصلت للبيت لو كنا عارفين مكان كنا برضه الواقعه دي. بس طب ايه اللي خلانا نيجي على الكورنيش؟ هو الكورنيش دوت يعتبر ده المكان الوحيد اللي طنطا كلها فيه، فانا هنا انا طالع ان انا بوصل رساله ان انا بابا موجود وبيحبك وبيحتفل بيك اهو، حتى وانت ما انتش موجوده. بابا مش وحش، بابا لو وحش مش هيطلع قدام الناس دي كلها، مش هيعرض نفسه لموقف كلام بايخ، ممكن حد معدي بالصدفه يقول كلمه بايخه ملهاش لازمه، مش هعرض نفسي للمواقف دي يعني. رسالة أخيرة تقولها لها بقى قبل ما أقفل؟ الرسالة الأخيرة كل سنة وأنت بألف صحة وسعادة، وحشتيني أوي. بس كده بقى. قول لي بقى أنت طالع النهاردة. مدى ارتباطك بكارمن وعلاقتك بيها طبيعي؟ كارمن أول فرحتي. أول فرحتي. أول فرحتي. غيرها عندك. ولا في غيرها ولا في بعدها. أول فرحتي. اتربت في حضنك قد إيه؟ ثلاث سنين وشويه، حاجات بسيطه كده. يعني فترة الزواج كانت ثلاث سنين؟ لا هي ما جاتش، لا هي فترة الزواج كانت اكبر كده، لكن هي قعدت معايا انا ثلاث سنين.
فكنا مرتبطين ببعض يعني، وكان في انشطه بنعملها مع بعض. كنت متعود تعمل ايه بقى في عيد ميلادها؟ قول لي كده يعني اليوم كان بيمشي ازاي. هو الصوره ديت موضحه كل حاجه. ده في البيت عندي دي الزينه، ونعلق البلالين وبنعمل زينه وبلالين واحتفالات وفرحه. واخد بال حضرتك؟ فديت كانت الاجواء بتاعتنا يعني. يعني الاجواء اتغيرت مع مرور الوقت وظهور المشاكل. يعني شفت الكارمن دلوقتي قدام عينك او هتعمل ايه؟ رد بالك. انا مش عارف والله، بس يعني لو بصيت كده يمين او شمال وبصيت ايه كارما داخل عليك، كارمن داخل عليك كده في عيد ميلاد بنته. والله ساعتها هتكون يعني على كورنيش. بص انا عايز حضرتك ترى ان انا اب في موقف متمالك نفسي بالعافيه. الموقف صعب عليك. فما يعني مش عارف اتكلم او اعبر يعني عن الاحساس يعني. كسره طبعا، وانا يعني يمكن انا انكسرت يعني. هي اللي عرفني انا ما كنتش كده يعني. فهو فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، هو ادانا كسره يعني. طب تقول لي اللي يعني والدتها ايه لو هي سمعت من خلالنا؟ لا انا ما بوجهش رساله غير يعني احنا شايفين دموع تتساقط من عينيك. يعني مشهد مؤلم، هو اب يحتفل بعيد ميلاد بنته يعني الغايب الغائبه بسبب والدتها اللي هي حرماها منك وحرمك منها وحرمات منها. مشهد صعب، مشهد مؤلم، يعني حاسس بيك ان انت اب موجوع من جواك، محروم من بنتك، محروم من لمسة حنانها، هي محرومة من حنان الاب. الاب دايما سند، ركيزة، الاب حنان، اب كل حاجة عظيمة في الدنيا. هو الموضوع زي ما حضرتك بتقول، هو مشاعر ممزوجة بفرحة وبألم. انت كل نظراتك لصوره بنتك ليه؟ يعني انت مش عايز تبص لنا في الكاميرا، انت عايز تبص لبنتك. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني يمكن ديت اقرب صوره اشوفها بعيدا عن الموبايل. يعني ديت يمكن الصوره الواقعيه اللي انت بتشوفها اكتر يعني. عارف انت اللي هو حاجه على ارض الواقع بعيدا عن الموبايل. بس فهي ده الموضوع يعني. قلنا الصوره ديت من 3 سنين، من سنتين. العقلاء عمرها 5. يعني مشاهدينا مشاهدين مصر اليوم، بشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء.